تحياني داليا. سمعوا شنو كتقول، سمعوا شنو كتقول. توحشت بابا وبغيتكم ندير واحد المسيره غدا تكون كبيره. كل الشباب أبناؤك أم المعتقل صغريكي كل الشباب أولادكي إذا الشعب يوم من أراد الحياة فلا بد أن يستشيب الخطر ولا بد لدين الجليل ولا بد للقيد أن ينكسر. نحييكم جميعا نفض هذا الجمع لنخلص الاجتماع حتى حان وقت الان مع الجميع المتابعه في انجاز ما يرتقي الاجراءات مواطني بنزاع انتظار وغبطه كبيره نعود الى منازلنا وننتظر العمل.